يسعدني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة سيادة المقدم محمد جمعة البكور قائد جيش المجاهدين. أهلا وسهلا بك سيادة المقدم. أهلا وسهلا أخي زاهر، حياك الله. أحبتي الكرام، سنقف وإياكم في حلقة اليوم عند دور التنظيم في الثورة السورية، أفعاله، قراراته، ممولوه، ثم نهايته مع قائد جيش المجاهدين. سيادة المقدم محمد جمعة البكور، ما هو دور التنظيم في الثورة السورية؟ هل هو دور له دور إيجابي أم دور سلبي، أم لا يوجد له دور، أم بالأساس لا يوجد ثورة في سوريا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. طبعاً أنا راح أحكي لك عن دور التنظيم في مدينة حلب، لأن معظم ثقل هذا التنظيم كان في مدينة حلب وريف إدلب الشمالي، فكان دور هذا التنظيم دور سيء جدا جدا على الثورة السورية. دور سيء؟ نعم، بعد أن كان السوار مطبقين الحصار على مطار حلب العسكري والدولي، وبعد أن كانوا يسيطرون على معظم المناطق حتى مدينة السفيرة، عندما أتى هذا التنظيم وبدأ بقتال السوار وبالاعتداءات المتكررة على هذا على السوار في مدينة حلب وريفها وفي إدلب أيضا، اضطر السوار لقتال هذا التنظيم مرغمين مكرهين، بعد أن ضاقوا زرعا بتصرفاته التي ذكرناها. وأنتم سابقاً أول من بدأ بقتال هذا التنظيم، لماذا قاتلتموه؟ نحن قاتلنا هذا التنظيم بعد أن كما قلت لك ضقنا زرعا بتصرفاته. من شو عملتم؟ بدأ بالسيطرة على المناطق المحررة، هي أصلا منذ السنة الأولى من الثورة. السيطرة على المناطق المحررة؟ نعم نعم، مدينة الدانة محررة من أكثر من 3 سنوات. يا أخي عبقل لك، في يمكن في ناس حرامية، فأنا بدي أنظف الحرامية. الفوج 46 وين الحرامي اللي فيه؟ كان عبارة عن موجود فيه فصيل مقاتل اللي هو الفرقة التاسعة وبعض الفصائل الأخرى، والتي أزاقتها النظام كأس المنون، وأيضا أزاقت هذا النظام الخسائر المتلاحقة من مكان إلى مكان. جيش المجاهدين حرر معظم الريف الغربي ووصل إلى تخوم مدينة حلب، وقام هذا التنظيم بالاعتداء عليه في معظم أماكن تواجده في المناطق المحررة، لا في مناطق الجبهات. شو اعتدى عليك وشو عمل هذا التنظيم؟ جماعة جايين يطبقوا شرع الله في الأرض. ترك الجبهات وبدأ بإقامة مقرات في القرى والبلدات المحررة. واحد، اثنين. بدأ بالسيطرة على الحواجز وعلى النقاط الاستراتيجية التي يتم فيها العبور، فتجد مثلا مهاجر لا يعلم أو يعرف يتكلم باللغة العربية أو العامية، ويسأل المجاهدين والسوار: من أنتم وإلى أين وإلى أين أنتم ذاهبون؟ قام بالاعتداء على الجمعيات الإغاثية، قام بالاعتداء على بخطف الصحفيين، يعني شتى وسائل الإكراه والتي تجعلك تغتاظ من هذا التنظيم. كل ما يستشيط بالثوار غضبا بدأ يمارسه على الأرض. ذكرت كلمة المهاجرين. نعم، ممكن بعض العلماء يقول لا هجرة بعد الفتح، ما في شيء اسمه مهاجرين الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، لكن اصطلح سوريين كذا أنه مهاجرين، أسماؤهم مهاجرين. ما هي نظرتكم للمهاجرين أنتم كثوار اللي عم يجوا من برا من جنسيات أخرى عم يجوا لسوريا؟ ما هي نظرتكم؟ كيف تعاملوهم وكيف عاملتموهم في الأول وفي الأخير؟ نعم، في بداية الثورة نحن يعني رحبنا بالمهاجرين، وكما قلت لك تقاسمنا معهم
الزاد وتقاسمنا معهم المسكن وزوجناهم أيضا وكنا أخوة. بماذا قابلوكم؟ نعم، بماذا قابلوكم مقابل هذا الإحسان؟ شو كان؟ نحن لا نقول كل المهاجرين، ولكن من انتمى إلى هذا التنظيم قام بممارسات يعني يندى لها الجبين وبعيدة كل البعد عن سماحة الإسلام وعن 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 أخلاق وروح الإسلام. فقام هؤلاء المهاجرين وأيضا السوريين المنتمين إلى هذا التنظيم بهذه الممارسات التي لم ما أنزل الله بها من سلطان. في أفعال معينة، أفعال كبيرة فعلها التنظيم، مثلا حينما نذكر في الثورة السورية، مجرد أن نقول أفعال التنظيم مباشرة المشاهدين والثوار يقولون من الذي قتل أبو خالد السوري؟ من الذي قتل الدكتور أبو ريان؟ من الذي قتل أمراء في جبهة النصرة؟ من الذي قتل قادة في الجيش الحر؟ من الذي قتل أطباء؟ من الذي خطف إعلاميين؟ قتل إعلاميين؟ من كل هذه معقول؟ كل هالأمور هي كان يفعلها التنظيم؟ معقول يعني؟ معقول يا جماعة يطبقوا شرع الله؟ هذه الأفعال موثقة. موثقة؟ نعم موثقة. نعم، قتلوا خيرة المجاهدين الذين مرغوا أنف هذا النظام، قتلوا أحد الأخوة من حركة أحرار الشام المسمى بقناص الدبابات. انتشرت صورته هذه، انتشرت على معروف هذه، كان الحادثة. هو يقهر دبابات النظام. نعم، اختطفوا بعض قادة الألوية المتواجدون بالريف الغربي والذين قاموا من أول الحراك، خطفوهم السوري، خطفوا واختفوا وحتى الآن هم في لا تعرفون عنهم شيء. نعم، المخطوفين أمثال نظام بركات وغيره كثير، وجدنا خلفهم مقابر جماعية كما يفعل النظام، وجدنا أناس مدفونين مرميين فوق بعضهم البعض وطبقة من مقابر التراب. جماعية يعني؟ نعم، وجدنا مقابر جماعية في أرض الزعيم، ووجدنا أيضا في قرية قبتان في الجمعيات، وأيضا في مدينة الدانة بالقرب من المحكمة التي كان يقيمها هذا التنظيم، وجدنا أيضا مقابر جماعية، ولقينا أيضا جثث مرماة بالآبار كلها من هذا التنظيم، ووجدنا أشياء كثيرة لا مجال يعني لحصرها وذكرها الآن، عدا عن أن يأتي مسلم ويكفرك. فهذه جريمة كبيرة، يعني عندما تقول أنت لي، أنت مسلم وأنا مسلم، وتقول لي أنت كافر مرتد وأنت عميل للغرب وأنت وأنت وأنت، ونحن من قام بتحرير هذه المناطق وهذه الأرض من هذا النظام ودفعنا الدماء الغزيرة والخسائر المادية الكبيرة، سواء بالمنازل وشرد الآلاف والبعض ينظر لكم الناس في بلاد المهجر وتقول لي أنت كافر مرتد أو أنت عميل للغرب وغيره. البعض ذلك. ينظر لكم أنتم كجيش مجاهدين بعين حسد الغبطة، سمه بعين الإكبار، أنكم يعني ضربتم التنظيم ضربة قاضية في الريف الغربي ولم يستطع التنظيم إقامة إمبراطوريته إن صح التعبير على الأرض هنا في الريف الغربي. قد يتساءل البعض كيف ضمن هذه الأفعال الكبيرة، مقابر جماعية، خاطف، قتل، كذا، ذكرت كثير من هذه، ما هو التكتيك الذي اتبعتموه للقضاء على هذا التنظيم؟ قد يسألكم كثير من المجاهدين كيف استطعتم أن تدحروا هذا التنظيم من أراضيكم؟ نحن أخ زاهر، نحن تحملنا من هذا التنظيم ما لم يتحمله أحد، ففي كل يوم نقوم كيف به؟ قضيتم عليه؟ نعم. هنا مثلا أعطيني مثال، محاصرة منطقة معينة، كيف استطعتم أن تجمعوا الشباب، خاصة أول من قاتل تنظيم أنتم بعد أن بدأكم بالقتال؟ فمباشرة استعديتم، كيف رتبتم صفوفكم؟ البعض، ممكن بعض المجاهدين يقولوا لك يا عمي نحن ما بنقاتل المسلمين، فكيف استطعتم تجهيز الناس والمجاهدين مباشرة ثم بعد ذلك الانقضاض على هذا التنظيم؟ بعد أن قام هذا التنظيم بممارسات لا يقبل بها لا دين ولا شرع،
ولا حتى أخلاق أو أدب قمنا نحن مضطرين لقتال هذا التنظيم. كان التنظيم في كل يوم حتى عطلت معارك كثيرة قمنا بالإعداد لأحد المعارك وهي معركة خان العسل، فقام هذا التنظيم بسحب نقاط الرباط المتواجدة في حول مدرسة الحكمة، وقالوا إمارة الدانة في خطر نتيجة بعد الأمور التي اختلف عليها بينهم وبين السوار، وعطلوا لنا هذه المعركة. بعد أن رأى كنتم في بداية الأمر تنسق معهم تقاتل معهم في النظام، نعم، لكن نعم بعدها سحبوا قواتهم. نعم سحبوا قواتهم وكانت تواجدهم يعني شكلي بالجبهات، طيب، غير متواجدين إلا بنقاط كيف قليلة. انتصرتم عليهم؟ ما هو تكتيككم؟ انتصرنا عليهم بقناعة جنودنا أن هؤلاء معتدين وليسوا أخوة لنا مسلمون. نعم تأكدوا أن هذا التنظيم يحمل ما يحمل من 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 الحقد على الشعب السوري كما يحمله النظام. عندما اقتنع جنودنا ورأوا تعديات هذا التنظيم وكانت الحاضنة الشعبية كلها معنا، فهب الرجال والنساء أيضا في بعض القرى حملت النساء البندقية من أجل مقاتلة هذا التنظيم بعد أن ضاقت زرعا بتعديات هذا التنظيم، واستطعنا بتقطيع أوصاله. ففي اليوم الأول عندما طوق مدينة الأتارب واعتدى على حواجزنا في مدينة أورم الكبرى قمنا بتقطيع أوصال هذا التنظيم من خلال قطع طرق الحواجز. نعم الحواجز إقامة نقاط عسكرية مدشمة لمنع الإمداد لهذا التنظيم، وبدأنا بالتخلص منه في منطقة تلو الأخرى ابتداء من الفوج 45 عندما قام هذا التنظيم بالهجوم بعد أن احتل الفوج 46 المحرر أصلا، وقتل فيه كثير من السوار المجاهدين في قلب هذا الفوج الذي دفعت المنطقة بأسرها فاتورة تحريره. مئات الشهداء قدمت قرابين من أجل تحرير هذه الأرض، واعتدى هذا التنظيم على المجاهدين والثوار الذين حرروا وقتلهم واستولى على الفجر، ثم تقدم إلى مدرسة الزراعة التي كانت هي أحد مقرات جيش المجاهدين، وقال للمهاجرين من التركستان وغيرهم أن لكم أخوات مهاجرات يغتصبن في هذه في هذا المقر. جميل. وهم لا يعلمون أن من يقاتلون، حتى تفاجأ بعضهم أننا نكبر أو نشهد بأننا لا إله إلا الله، فأقنعوهم وقتلوا خيرة مقاتليهم. 90 من المهاجرين قتلوا على أبواب مدرسة الزراعة، وقتل من عندنا 18 قتلا نحسبهم إن شاء الله عند الله من الشهداء. قلت قالوا لهم يوجد أخوات محتجزات، وسموه في أحد معاركهم في الشمال الثأر للعفيفات. هذه المنظومة التي يدندن عليها كثير من التنظيم، أخواتنا أختي تنادي وما شاكل ذلك، سمعها الكثير من الشعب السوري. هل هي صحيحة؟ الثأر للعفيفات، محتجزات، هل أنتم تحتجزون نساء التنظيم؟ بكل صراحة تكلم معي، قل للمشاهدين هذا الكلام بكل صراحة، إن كنتم تحتجزون قل نعم نحن نحتجز، أم لا تحتجزون قل للناس وليفهم الجميع أنكم لا تحتجزون نساء هذا التنظيم مع أنكم قاتلتموه. معاذ الله أن نفعل ذلك، ونحن تحديناهم. وأتى الأخ الدكتور عبد الله المحيسني بوساطة من أجل وقف القتال، وقلنا له نحن جاهزين رغم كل تعديات هذا التنظيم ورغم كل الخسائر للاحتكام لشرع الله واستجابوا القتال، فكانوا يرفضون هذا الرفض رفضا قاطعا، وقالوا ان بعض السوار اعتدوا على النساء المهاجرات. فقلنا لهم وقلنا للوسيط نحن نتحدى ان تم الاعتداء على امرأة واحدة فنحن جاهزين لتنفيذ الحكم الذي يقتضيه
ينزل به بهذا المعتدي ولم يستطيعوا أن يثبتوا ولا حتى حالة اعتداء، فنحن لم يقبلوا الوساطة. نعم لم يقبلوا الوساطة، فأسخناهم بالقتال وبالجراح حتى استأصلنا شأفذ هذا التنظيم في وقت قياسي لا يتجاوز 15 يوما من منطقة كان قوة هذا التنظيم ومستودعاته وذخائره في هذه المنطقة. أنا أريد أن أنوه للمشاهد أمر، نحن لم نعتدي على نساء الشبيحة الذين احتجزناهم بخان العسل وفي المناطق التي حررنا، نحن نتعامل بأخلاق ديننا السمحاء، نحن لا نقتل أسيرا ولا نمثل ولا نقوم بالاعتداء أو بالاغتصاب، فكيف بالمهاجرات الذين جاءوا وهم بيننا أن نقوم بالاعتداء عليهم؟ فمعاذ الله. وقلنا للوسيط مرارا وتكرارا، أخي ائتنا بحالة واحدة من الاغتصاب أو امرأة مهاجرة تم الاعتداء عليها ونحن جاهزون حتى على الإعلام الخارجي أن نطبق الحكم الذي سينزل بهذا المعتدي. فلم يستطيعوا أن يأتوا ولا بحالة حتى اعتداء وليس اغتصاب، حتى اعتداء على امرأة لم يحصل هذا. رفضوا الوساطة. نعم. تابعوا في الحرب فوقفتم بوجههم واستطعتم أن تدحروهم وينسحبوا من الريف الغربي لحلب. مسألة المخابراتية كثير ما نسمع ونقرأ يا أخي التنظيم هو مخابراتي. السؤال الذي أريد أن أسألك إياه، هل التنظيم هو مخابراتي بحت أم مخترق من الأجهزة المخابراتية؟ فرق بين أن يكون مخابراتي وبين أن يكون أجهزة مخابراتية تخترقه، ما هو باعتقادك؟ نحن نعتقد أن الصف الأول، معظم الصف الأول في هذا التنظيم هو مخترق من أجهزة المخابرات ويعمل بأسلوب مخابراتي بحت. نحن من خلال يعني معرفتنا لهذا التنظيم في منطقتنا رأينا أن المهاجرين وخاصة من تونس والمغرب العربي كانوا يعملون في النواحي الإدارية والمالية والأمنية، ما بينما يقومون بزج المقاتلين الأجانب كالتركستان والشيشان والأوزبك وغير ذلك وأهل البلد في الصفوف الأولى. أما الذين جاءوا من خارج الحدود مثل مثلا التوانسة والجزائريين والمغربيين وأيضا من الجزيرة العربية كانوا يعملون في المناطق الحساسة أو بالمفاصل الحساسة. طيب. لهذا التنظيم في مجال الإدارة، في مجال القضاء، في مجال الأمن، فهذا دليل على أسلوب المخابرات التي يعمل بها هذا التنظيم وهو مدرب جيدا على هذه القيادة والإدارة. قلت أنه مخترق وخاصة الصف الأول في هذا التنظيم مخترق من قبل المخابرات، ما هي الدول التي يهمها أن تخترق هكذا تنظيم؟ أول دولة يهم هذا التنظيم هو النظام السوري. النظام السوري منذ اليوم الأول أراد أن يوحي للعالم أن هذه ليست ثورة شعبية وإنما ثورة متطرفين ومتشددين جاءوا عبر الحدود من أجل مقاتلة أو يعني تجنيد إرهابيين والقتال ضد هذه الأنظمة في هذه المنطقة، فهذا يعني من أوضح الأسباب. وكيف تفسر أن يطلق سراح أناس لديه بهذه الصفات ويقتل الثوار الذين رفعوا شعار الحرية فقط؟ إذن النظام يهمه أيضا. أمريكا ألا يهمها أن تخترق هكذا تنظيم؟ يا أخي بدنا ندخل على الشرق الأوسط وبدنا ندخل على سوريا وبدنا ننفذ غارات جوية، نحن كيف؟ أنا أعتقد دول كثيرة لها مصلحة بتجميع هذا التنظيم في منطقة معينة من أجل تحقيق مصالحها، مصالح
عديدة لعدة دول لها مصلحة في أن ينشأ مثل هذا التنظيم وتتدخل فيه بشكل مباشر. بالأصل التدخل موجود بشكل غير مباشر في معظم الدول، ولكن أصبح الآن تدخل مادي وعسكري في سوريا وغير سوريا. نهاية التنظيم، كيف سينتهي التنظيم؟ ما هو السيناريو الذي تعتقده الذي سينتهي به هذا التنظيم؟ هذا التنظيم يحمل في طياته متناقضات عديدة، ونحن نعتقد أن هذا التنظيم لا مجال له بالعيش في 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 سوريا أو في في بلاد المسلمين. ولكنهم يقولون لك أنها باقية وتتمدد. من الطبيعي أن يقول أنها باقية وتتمدد. يعني ما حدا يعني سينتهي ما حدا بيقول قد يسأل بعض يعني سينتهي؟ سينتهي هذا الفكر كيف؟ هذا الفكر عبر العصور وعبر التاريخ معروف، يظهر ويخبو. فهذا التنظيم لا يمكن له العيش بظل الإرهاب والقتل. ليش الحقد على هذا التنظيم؟ لماذا سينتهي؟ ربما ممكن بكرة تعترف فيه أمريكا والعالم الغربي كله كما اعترفت، تعترف به كدولة إسلامية كما اعترفت بالدولة الإسلامية الإيرانية. فوين المشكلة؟ هل ممكن أن تعترف به كدولة إسلامية؟ تعجز عنه، أقول لك يا أخي جمعوا 40 دولة ضربوا وما أحسنوا. فممكن بالأخير يا أخي الحل أننا نعترف به، نعترف وبصير دولة مثل إيران. وين المشكلة يعني؟ يعني لو أريد القضاء على هذا التنظيم لا استطاعوا. فكيف تفسر أن نقضي على هذا التنظيم في منطقة شاسعة وواسعة في مدينة حلب وريفها في مدة أقصاها 15 يوما، ولا تستطيع 60 دولة أن تقوم بهذا أو بالقضاء على هذا التنظيم؟ هي أولا. يعني هذا التنظيم نحن دينيا نعتقد أنه هذا الفكر موجود عبر التاريخ الإسلامي منذ خلافة سيدنا الإمام علي رضي الله عنه حتى اليوم، وفي الأحاديث الدلالات الكبيرة على أن هذا التنظيم سينتهي. وقاتلهم سيدنا الإمام علي للخوارج وقتل منهم الكثير، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم لو أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فأشار أن هذا الفكر الخارجي هو فكر دخيل على الإسلام ولا يمثل عقيدة المسلمين بشيء، ولا هو من 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 هذا الدين بشيء، وإنما هو فكر منحرف دخيل على هذا الدين. طيب. ولا بد أن ينتهي لعدم وجود البيئة التي تناسب هذا التنظيم وفيه وخاصة الشعب السوري. أشكرك سيادة المقدم محمد جمعة بكور على هذه الإطلالة الطيبة والمعلومات القيمة. أحبتي المشاهدين، أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن أحيانا الله عز وجل في برنامجكم تنظيم الدولة بلسان القادة. هذا زاهر شرقاطي يودعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.